مع أولى ضيوفنا لليوم رح نتعرف معهم عن حديث سابق حكينا له مصطلح الصناعة الثقافية، وتعرفنا على أبعاد هالمصطلح وآلية تطبيقه ومسؤولية كل من الدولة والفرد بهذا المجال. أريج اليوم رح نتابع بمفهوم الصناعة الثقافية ونركز على الثقافة بمفاهيمها العامة والنخبوية مع الدكتورة لبنى بشارة مديرة التنمية الإدارية بوزارة الثقافة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. نحن حكينا بموضوع سابق وبحلقة سابقة عن هالموضوع، خلينا نتذكر أكثر بتعريف لهالمفهوم. صناعة الثقافة هي السعي لبناء فكر الإنسان، بمعنى أنه نحن نتوجه لبناء قاعدة معرفية واسعة عند أفراد المجتمع، فبنكون هون عم نشتغل ثقافة، معناته بده يكون في عنا هدف، في عنا قصص معينة نحن بدنا نوصل لها بالصناعة الثقافية. وبهي الحالة بتختلف الصناعة الثقافية عن مفهوم الثقافة اللي هي حسب تعريف تايلور اللي هو أقدم تعريف للثقافة بال 1817، بيقول إنه الثقافة هي مجموعة المعارف والفنون والعادات والتقاليد والقيم والأخلاق وبالإضافة للقوانين السائدة بالمجتمع. فمعناته إذا منلاحظ الفرق لحتى بس نميز بين المفهومين الصناعة الثقافية والثقافة، منلاقي إنه الثقافة هي مخرجات للصناعة الثقافية وهي أدوات، لأنه ذكرنا فيها الفنون فهي أحد أدوات اللي منوصل فيها للفكر المطلوب من الصناعة الثقافية. دكتورة لبنى، حكينا سابقا يمكن عن مسؤولية صناعة الثقافة، خلينا نفصل شوي اليوم ونحكي على عاتق مين بتقع هاي المسؤولية. تماما، حكينا سابقا انه الجهات الحكومية المسؤولة عن الصناعة الثقافية، وقلنا انه هن لازم يشتغلوا بشكل منسجم وبشكل بضمن اطار وسياق واحد، هي بالنسبة للجهات الحكومية. اما بالنسبة للفرد ففي عندنا التثقيف الذاتي للفرد، لهيك نحن بنلاقي في فروقات وتباينات بين الأشخاص، حتى ضمن التخصص الواحد بنلاقي في أشخاص مثقفين لأنه قدروا يربطوا تخصص معين بمعارف أخرى واسعة، فصار عندهم القدرة أكبر على التحليل، القدرة أكثر على الربط وبيان نقاط الضعف والقوة. فإذا المسؤولية على مين بتقع؟ على عاتق أول شيء الدولة ممثلة بمؤسساتها، كون الدولة بتملك السلطة وبتملك الموازنة المالية وبتملك أنه التوجه الصحيح للمجتمع اللي يفترض أنه هي تحدده وتحدد سياق كل المؤسسات اللي ضمنه، فبتحط خطة وبتمشي ضمن هذه الخطة بآلياتها لنقول الضخمة، لأنه نحن بنعرف الحكومة أدواتها متعددة، البنى التحتية ضخمة لها، كوادرة كبيرة، فهي قادرة أنه تشتغل على هذا المجال. أما بالنسبة للفرد فهو بيكون يا عم بيشتغل لتنفيذ هي الخطة اللي وضعتها الدولة، الخطة الثقافية، أو بيكون عم بيشتغل لتثقيف ذاته شخصيا. فكيف بيثقف نفسه؟ في كتير من الأدوات اللي هي الوسائل اللي حكينا عليهم مثل الفنون والمسارح والكتب، هي الأدوات هو بيصير بيتابعها لكن بمنهجية، يعني ما بيتابعها كمتلقي عادي، لا، لازم يتابعها ليعرف حاله لوين بده يوصل، ليعرف حاله بأي مجال أو شو الهدف من هي المعرفة. لأنه المعرفة إذا نحن بس حافظنا عليها، يعني تلقيناها وخليناها مثل ما هي، ما بتفيدنا وما بتكون فاعلة. يمكن نقطة كتير مهمة، لأنه بالفعل يعني أي شخص بثقف حاله عن طريق أنه يكون بس متلقي، تمام، ما يعرف يمكن شو الهدف من هالنوع يلي حابب يثقف حاله أكيد فيه. هي بتكون غير، يعني هي مفيدة بس بأقل درجاتها أنه يعرف، لكن نحن المعرفة بهمنا كيف بدنا نفعلها، كيف بدنا نتعامل بمعطياتها تماما بحيث تفيدنا كأفراد وتفيدنا بالنتيجة كمجتمع. فبيصير عنا تثقيف الفرد لذاته، إذا جمعنا جميع أفراد المجتمع بنحصل على ثقافة مجتمعية. فصار في عنا نوعين، ثقافة مجتمعية ناتجة عن الأفراد بشكل منفصل، وثقافة اللي هي بتنشرها الدولة. كمان في نوعين من الثقافة أيضا، هي ثقافة النخبة والثقافة العامة، خلينا نتعرف من حضرتك شو الفرق بيناتهم؟ تمام، الثقافة العامة رح انطلق بمفهوم كتير بسيط ونحن كلنا منقوله، منقول انه الثقافة هي ان نعرف شيء من كل شيء، لكن هي ما بتكون هي ثقافة نخبوية، هي بتكون ثقافة العامة، شيء بسيط وهي بتكون غير كافية بالحقيقة لانه ما بتخلق شخص مثقف. لكن بشو بتفيدنا الثقافة العامة؟ بتفيدنا انه تخلي الافراد منسجمين مع بعضهم،
فمعناته إذا الشخص عرف شيء من كل شيء وإذا اطلع وكان متلقي فقط، يعني الشيء اللي حكيناه هو الحيادي لنقول، لا مانو إيجابي، إذا كان فقط متلقي لا عم بيحلل ولا عم بيبحث ضمن هذا المجال، فبتكون الثقافة بتفيدنا كمجتمع، تخلق حالة من الألفة بين أفراد المجتمع، بتخليه منسجم ضمن الجماعة اللي هو عم ينتمي لها، بتخلي هذا المجتمع في له هوية بسيطة، مانا هوية كبيرة، مانا هوية قوية. فمنلاحظ نحن الدول اللي قدرت تخلق بصمة اشتغلت على هذا المجال بطريقة كتير موجهة ومركزة. فمثلا منلاقي ثقافة بعض الدول بتمتاز بالقوة، هلا هي موجهة ليش؟ لأنه مو ثقافة العامة. مثلا أمريكا ثقافة هي الدولة هي النفوذ، هي السلطة. مثلا ثقافة اليابان هي التنظيم، المسؤولية كمجتمع، قدرت تخلق فيه هي الثقافة العامة. لكن بالمؤسسات ثقافتها هي فرضا إدارة الأبوية، إنه هي تحتضن العامل، تهتم فيه، تهتم بأموره حتى الشخصية خارج العمل. فقدرت اليابان تغير الصورة الذهنية عنا من هي من خلال الثقافة اللي نشرتها تمام بس عالميا. إيه لكن هي شو كانت بالقبل؟ كانت تمتاز بالعدائية. قدرت بعد الأزمة اللي تعرضت لها بالقنبلة النووية هيروشيما إنه تخلق ثقافة جديدة مشان تقدر تنهض بالمجتمع كله. فاشتغلت على أساسها الدولة ضمن نسق ثقافي، واشتغل فيها الأفراد كونه هن تشربوا هي الثقافة مع الوقت وصارت جزء من هويتهم الشخصية. فهي بالنسبة لثقافة العامة هي نتيجة المسؤوليات اللي انفرضت على عاتق الدولة والأفراد. أما بالنسبة طبعا بتكون هي غالبا هشة. ليش؟ لأنه ما في تركيز على نسق معين، يعني على ثقافة محددة ما فيها تركيز، بتكون هي عامة، ما في شعور قوي بالانتماء لإلها. فهي بتكون بس نتعرض لأي أزمة هي بتكون جاهزة إنه نحن يصير عنا خلل ثقافي، يصير في عنا اختراق. تمام. أما بالنسبة لثقافة النخبة فهي بتكون المعرفة الواسعة والقيم عند أشخاص معينين، فكمان بيكون لها مجموعة صفات، مثلا يا أما تكون عامة بمجموعة مجالات، هي ثقافة نخبوية، فهي ثقافة واسعة لكن بمجالات متنوعة، أو بتكون ثقافة واسعة ضمن تخصصات، يعني أنا فرضاً بعرف بالآداب، بعرف بعلوم الاجتماع، هذا الشيء بيختلف، في تعمق بالاختصاص بيكون، في تعمق أكثر تمام، وبيكون بمجالات محددة مو بيكون بمتنوعة وكثيرة. في مجال لسه آخر ضمن ثقافة النخبة اللي هو بيعتمد على الثقافة المقارنة، يعني أنا بعرف ثقافات لمجموعات فرعية بالمجتمع أو مجموعة دول وحضاراتها، بصير بقارن بيناتها. هلأ شو بتفيدنا ثقافة النخبة؟ مثل ما حكينا ثقافة العامة إنه هي ممكن تكون هشة أو تتعرض للاختراق، هي من مساوئها، لكن مزاياها بتخلق الألفة بين أفراد المجتمع. نفس الشيء ثقافة النخبة بتفيدنا بشكل كتير هام. مثلا أول شيء بتحدد لي شو نقاط الضعف ضمن المجتمع، بتقترح لي آليات لحتى نحن نقدر نتجاوز هاي العقبات اللي عم نمرق فيها. كمان بتشكل لي خطوط دفاعية بتمنع اختراق ثقافات غربية مهيمنة هدفها هو مو لإضافة قيمة للمجتمع، بالعكس هدفها بيكون لتراجع المجتمع. فمعناته بتشكل لي حواجز ضمن بتمنع اختراق الثقافات الغربية. فهي فوائد ثقافة النخبة، ومثل ما قلنا هي أنواع المقارنة أو العامة المتنوعة أو التخصصية. طيب دكتورة، إذا حكينا شوي وتفصلنا يعني ثقافة النخبة اللي موجودة بكل المجتمعات بالشكل العام، هل هي محصنة ضد يمكن الظروف اللي ممكن تمر فيها أي دولة، مثلا مثل الحرب اللي نحن هلأ عم نعيشها، هل ثقافتنا محصنة ضد هاي الظروف أم هي بتتأثر بهذا الموضوع؟ شو ممكن نعمل لحتى نحافظ على الإرث الثقافي؟ تمام. أول شيء سواء كان بسوريا أو بأي بلد تاني، إذا كان عدد المثقفين قليل فبتكون هي جاهزة لتتعرض لاختراق ثقافي، مثل ما نحن صار معنا، نحن الأزمة اللي صارت نشغل فيها على ثقافة معادية. هلأ ما منلاقي مثلا أدوات حربية
فظيعة ضمن سوريا، لا، منلاقي فكر كبير انشغل عليه هو اللي حرك أشخاص ضمن سوريا. فلذلك انشغل على ثقافة المجتمع، على ثقافة مجموعات هي بعيدة نوعا ما عن السياق الثقافي وعن الهوية الثقافية، وهي جاهزة للاختراق. فتم التعامل مع هي المجموعات الفرعية لتكون هي أدوات الغرب ضمن الأزمة بسوريا. فكل ما كانت ثقافة المجتمع فيها أشخاص نخبويين وفيها ثقافة الصفوة والنخبة عامة وكبيرة، بيكون هدول الأشخاص فاعلين. كيف بيكونوا فاعلين؟ بيقدروا يشوفوا الخلل. لما يشوفوا الخلل ويقولوا في عنا مجموعات فرعية عم تبتعد عن السياق الثقافي وعن الهوية الوطنية، فنحن منحط آليات لنرجع نحتضن هدول المجموعات. فكل ما قل عدد هدول الأشخاص كنا نحن جاهزين أكثر للاختراق الثقافي. ليش؟ لأنه بيكون عنا ثقافة عامة، بتكون ثقافة التلقي فقط، ثقافة الانفتاح دون توجيه. فنحن منتلقى ومنتلقى مو بس من مصدر واحد، من مصادر متنوعة، فبيصير في عنا تشتيت بالفكر. تمام. ذكرتينا دكتورة أنه بتختلف الصناعة الثقافية عن الثقافة بشكل عموم، لكن كيف ممكن يطلع أحد مخرجات الصناعة الثقافية فرد مثقف؟ تمام. أول شيء لازم تكون الجهات كلها أخذة مسؤولياتها. هلأ ضمن هي المسؤوليات ويكون في عنا الإطار الثقافي الصحيح، نحن مننظر لموضوع مهم اللي هو أول شيء الأسرة. هل الأسرة عم بتراعي أنه الطفل الموجود فيها؟ بدنا نبلش من المراحل الصغيرة، لأنه التثقيف ببلش من أول ما يخلق الشخص. فهل الأسرة عم بتقوم بدورها الصح؟ يعني عم بتعلم الطفل القراءة؟ عم بتحدد له ساعات ليشتغل على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي؟ منلاقي أنه لا، ما عم بينشغل بهي الطريقة. فلازم العائلة تعلم أطفالها على القراءة، يكون فيها مكتبة، يكون في تشجيع لهذا الموضوع. هلأ منطلع لمرحلة أعلى اللي هي المدارس والتعليم. ما لازم يكون بالمدارس التعليم تلقيني، لأنه بيصير هدفه هو أنه نحفظ ونقدم امتحان وخالصين. لا، نحن بدنا نحول المعرفة اللي عم نكتسبها من المدرسة لنسقطها على الحياة. يعني لما نتعلم نحن القيم والأخلاق بالمجتمع واحترام الآخر، نحن لازم نعرف نطبقها برا، مو بس نحفظها كدرس. ويمكن كمان يفضل يكون التعليم تفاعلي أيضا. تماماً. فكل ما كان فيه حوار وتفاعل أكثر، كل ما كان بيرسخ أكثر بشخصية الطفل أو حتى لما يصير لعمر 18. هلأ مننتقل للمراحل الأعلى. بدنا بالجامعات يكون في عنا تعليم بطريقة الطريقة الإبداعية. يعني نشجع الطالب بالمراحل التعليم الجامعي على البحث، على التفكير، على التحليل، لأنه ما بدنا إياه بس متلقي. بيصير بهذا الشخص مثل اللي قاعد قدام التلفزيون وعم بيحضر برامج متنوعة من كل أرجاء العالم عم تنبث لإله، فهو ما عم بيقدر لا يربط ولا يحلل ولا يعمل أي نتيجة إيجابية بالمحصلة. فمعناته البيت، المنزل والمدرسة والجامعة، بالإضافة في عنا مثلا النوادي الصيفية اللي بيروحوا عليها الأطفال. طب يا ترى نحن أو حتى الشباب، نحن عم نعرف شو هنن عم بيتم التعامل معهم بهي الأماكن؟ لازم حتى لو كانوا عم بيروحوا على أنشطة ترفيهية، ونحن بنعتبر أنه الثقافة هي شيء للرفاهية فقط، هي بالحقيقة أكبر وأعمق من هيك. لازم يتم ضمن هي الجمعيات لنقول أو النوادي الصيفية يتم التثقيف بطريقة مسلية، بطريقة مثل ما ذكرتي تفاعلية أو جذابة، يعني تجذب الشخص ليتلقى هاي المعلومات. تمام. واليمكن الشيء اللي حكيتي عنه هي نقطة كتير مهمة، أنه الناس بتعتبر الترفيه هو نوع من الثقافة، وما أنه الترفيه هو شيء لايت خفيف معناته ما بيعطوه هاي الأهمية أو ما بيولوه هاي الأهمية، علما أنه بالعالم كله حتى بالسياسة بيتم بس الأفكار من خلال الترفيه. قدي بتشوفي نحن لازم نشتغل على هذا المفهوم بهالوقت؟ لازم نشتغل كتير عليه بطريقة جدية وبطريقة نلاحظ فيها كل الاختراقات اللي عم بتصير. أنا بدي أحكي مثال كلنا شفناه وما حدا، يعني كتير قلال اللي وقفوا عنده. مثلا فيلم التايتانيك قديش أخذ ضجة وأنه هو فيلم مهم وجوائز، لكن بالحقيقة إذا منلاحظ شو في أفكار مبثت ضمن هذا الفيلم، منلاقي أنه لما بلشت تغرق السفينة كل العالم توجهوا عكس الاتجاه المي، يعني الاتجاه المرتفع مو الاتجاه اللي عم يرتفع فيه منسوب المي. تمام. فمنلاقي شو بسولنا فكرة
هي عم يرسخوا فكرة عند كل العالم، اللي هي بيمرق شخص لابس بدوي جلابية، هذا الشخص الوحيد اللي بيصير هو يروح ما يعرف وين بده يروح، رغم انه بالفطرة الشخص اللي ما بيعرف شو يعمل بيلحق الجماعة. تمام. فالجماعة كلها كانت عم تطلع باتجاه الأعلى إلا هو راح باتجاه المي. فشو الفكر هون اللي بثوه عن المجتمع العربي؟ إنهم متخلفين، حتى الشغلات الفطرية ما بيعرفوا يعملوها. هلأ نحن مرقت الفكرة ضحكنا عليها، لكن هي كتير بتحمل معنى سيء تجاهنا. فهي الأفكار بيبثوها بأفلامهم، حتى بخطاباتهم سواء السياسية أو الترفيهية أو شو ما كان نوعها. نحن لازم نكون حذرين تجاه هذا الشيء اللي عم ينبث لإلنا. لهيك لازم ما نكون القنوات كلها مفتوحة. يعني بأوروبا وأمريكا منلاحظ شو السياسة المتبعة ليحافظوا على ثقافة معينة، بيخصصوا كل منزل بعدد قنوات معين بدك تدفع اشتراك عليهم. بينما شو منلاحظ عنا؟ أنه نحن مفتوع عنا آلاف القنوات. ليش؟ مشان تسطيح العقل. يعني في طرق وأساليب كثيرة لنشر الصناعة الثقافية بطرق مختلفة، لازم نحن نعرف كيف نستثمر بالطريقة الصحيحة وننشر هالثقافة بمجتمعاتنا. الموضوع شكرا كثير لك طرحت لنا اياه ضمن صباحنا لليوم، وإن شاء الله أكيد يكون نال الفائدة. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة لبنى، أكيد رح نحكي يمكن بتفصيلات تانية بحلقات قادمة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.